السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه النشرة الجوية لأخذ حديث النموذج الأوروبي الذي صدر قبل قليل، قبل نصف ساعة كما تشاهدون الإخوان الأعزاء. فهناك بوادر خير إن شاء الله، وما زالت التوقعات ثابتة بدخول أمطار الخير خلال الأيام القادمة كما تشاهدون الإخوان الأعزاء. بدءا من شهر دجنبر إن شاء الله سوف تشهد المملكة أمطار عاصفية على الرباط، الخميسات، من سليمان، الدار البيضاء، الرماني، والماس، القارة، برشيد، خنيفرة، خريبكة، وأسطاش، وكذلك البروج، بن قرير، قلعة سرغنا، سيدي بوعثمان، مراكش، يوسفية الجديدة، سيدي بنور، اليوسفية، الوالدية، الصويرة، شفشاون، شيشاوة. إمن كانوا تعدوا بإذن الله سوف تعرف أمطار غزيرة وكذلك تساقطات ثلجية وأمطار حاضرة على الأقاليم الجنوبية، المملكة على العيون والتغلة وكلميم وطنطان بحول الله وبوشدور. سوف تعرف تساقطات أمطار غزيرة ومنخفض سوف يغطي إن شاء الله المملكة، وسيؤدي الأمطار غزيرة إن شاء الله عدة منخفضات متتالية نسأل الله تدخل المملكة خلال الأيام القادمة كما تشاهدون. أمطار غزيرة ومعتبرة إن شاء الله قادمة نحو المملكة بشكل قوي إن شاء الله، كما تلاحظون يوم الاثنين كذلك منخفض أطلسي ومنخفض أطلسي بحول الله. هناك بودر خير بدخول أمطار غير مسبوقة إلى المملكة خلال بداية أو الأسبوع الأول من شهر دجنبر إن شاء الله كما تشاهدون. أمطار غزيرة وقوية إن شاء الله سوف تشهد المملكة على عدة مدن كما تشاهدون، العرائش، تطوان، ببرد، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، سطات، الحوز، دبر فوسفات، كذلك سوس بإذن الله. شمال الأقاليم الجنوبية المملكة سوف تعرف أمطار غزيرة وعاصفية قوية جدا إن شاء الله. التوقعات مازالت سوف تعرف بعض التغييرات، وسوف نقدم لكم آخر التحديثات.